وجدي طلع من السجن على أسوان. أسوان؟ وما جاش السرايا ليه؟ معرفش، وديه بقى اللي هيجنني لما كلمني وقال لي إنه راح زار أبوي ولا خدنيش معاه، وقال لي كمان ياما إن أبويا سأل عليكي وإنك ما رحتيش تزوريه في السجن. هو كمان كان عاوزني أروح له السجن؟ وليه لأ يا أم صالح؟ وإنت مال أهلك إنت؟ إخرصي! أنا ما أقدرش يا صالح أروح لأبوك السجن، ما أقدرش. ليه يا أم صالح؟ هو مش جوزك. يا بنت ما قلنا نخلص. لا إله إلا الله. صالح أنا لو رحت لأبوك السجن هيركبني عفريت. يرضيك أمك يركبها عفريت؟ طب قولي جدك ما قالكش حاجة عن القضية؟ لا يما، جدي ما بيقولش لحد حاجة عن اللي في راسه، وأنا حاسس المرة دي إن اللي في راسه دي حاجة كبيرة قوي. طب بقول لك ايه يا صالح، ما تاخد مرتك وتطلعوا فوق على اوضتكم. حاضر يما، حاضر. الله يا فرحه، يلا.